بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقلنا أن يصبر على ما أصابه دليل على أنه لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ربما تعرض للإيذاء، فإن تعرضت للإيذاء فاصبر، لأن هذا الصبر يعطيك جزاء واسعة. ولذلك يجب أن تفسر المصائب إن لم يكن لك فيها غريم إن جاية بسببها، جاية بسببها. وقلنا بقى إن تغيير المنكر له مراحل. النبي حدد من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيده. نقول له إيه يغيره بيده؟ إذا كان صاحب المنكر ممن له ولاية عليه، ابني أخويا من أهلي، لأن لما أخد أضربه ولا حاجة وأكسر منه الكاس اللي بيشرب الخمر وأقطع له ورق الكوتشيني وإن كان بيدخن أخد السيجارة أضربه مش عارف إيه، ما خلاص أقدر أقرأ بإيدي ولا لأ؟ قول الرسول فمن لم يستطع يبقى قدر عدم الاستطاعة، يبقى فيه منكر وفيه تقدير، لأن الإسلام مش كده علشان ترمي نفسك كده. قال لك فمن لم يستطع يبقى أنت اللي بتحدد. طب فبيعمل إيه؟ قال لك بالكلمة الطيبة وخليها كويسة كده، ما ترسلهاش جبل وخليها حلوة وخليها مش عارف إيه وبتاع، وبكون يقول ما استطعش يعني ما هو دليل على ان ما ضمن الممكن ان ما استطعش، يبقى نغير بالقلب. التغيير بالقلب يبقى ازاي بقى؟ مش كلمه تقال ولكنه فعل يفعل. اعزل صاحب المنكر عن حالك، لان ربنا قال قضيه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها نعمل ايه؟ فلا تقعدوا معهم انكم اذا حتى انكم اذا ان عملتوا كده يبقوا زي انتوا زيهم. والايه الثانيه قال ايه ربنا فيها؟ واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا. ان رايتهم، شوف كلمه ان رايتهم، يبقى اعرض مش تقعد وياهم، لا نسيبهم اعزلهم. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعزل صاحب المنكر. احنا في تشريعنا بنحبسه، انت حبسته عن الناس مش كده وحطته في زنزانه. الشرع يقول لك لا، اش كنت شاطر احبس الناس عنه، ادي الكلام. انما قاعد في زنزانه، طب ما يمكن دي تكون مسار عطف عليه، انما لا، خليه ماشي في الشيء الدنيا كده ويعزل الناس عنه وهو موجود بينها. وقد فعل ولا ما فعلش؟ فعل مع الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، وناس كتير تخلفوا فاعتذروا لرسول الله بأي عذر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وخلص وسابهم وترك سرائرهم لله. لكن الثلاثة دول قالوا لا، احنا كانش عندنا عذر ابدا، ما كنا مش عارف ايه وكنا ايه وكنا ايه. اما مع ذلك عمل ايه؟ مش حبسهم، حبس عنهم المجتمع، ومش المجتمع العام بل تعداه الى المجتمع الخاص. الاقارب ما لهمش حق عليه. لما جه كعب بن مالك يتصور على ابن عمه الحديقه، يقول له اتعلم اني احب الله ورسوله؟ فلم يجب. يا اخي ما يجاوبوش، وتصور عليه السكة ودخل عليه الله، ويدخل كده حد يكلمه ما يكلموش، يجي والنبي بيصلي يتمحك كده ويصلي ايه في ريحه عشان يشوف هو النبي بصله ولا ما بصلوش. ومش كده بقى، لما نجحت المسألة، شوف تسلسل التشريع، مراحل التشريع. لما المجتمع نجح وقاطعهم هذه المقاطعة، في حاجة اسمها ايه؟
تعلية. قال طب نجرب الخصوصيات بتاع البيت نخليه نعجلهم عن البيت نفسه اللي هم فيه. طب واهم ما في البيت ايه؟ الست بتاعته. فجاء قال لها لا ما اقربكيش. الله نجح في العزل العام وبقى يمشي بشان ما حدش يكلمه ولا يبيع ولا اي حاجه. الراجل يروح هنا يروح هنا يروح هنا يجي يصلي في ريح النبي يتمح ما فيش. ام قال طب ما دام المجتمع العام نجح نعمل ايه؟ نشوف المجتمع الخاص. والمجتمع الخاص منه اللي له قربه وله غريزه اللي هي المراه اللي عايزه تملى الراجل في حضنها ومش عارف ايه بتاعها ما يقربكيش. فقالت له ده يا رسول الله ده راجل كهدبه الثوب يعني ما عندوش حاجه. فأذن لها أن تخدم واحدا منهم وقال لها بس يقع يقرب لك. يعني قعدوا 30 يوم في الامتحان العام وعشرة يوم في الامتحان الخاص ونجح المجتمع العام ونجح المجتمع الخاص. ذلك هو عزل صاحب الجريمة في الايه؟ في المجتمع. وعلشان تعرفوا ازاي كان وقعها على كعب بن مالك لما حكى قصته قال انا ضاقت بي الدنيا. مش قال وضاقت عليهم الارض بما رحبت وظنوا ايه؟ قال لا ملجا من الله الا ايه؟ الا اليه. يبقى هو بقى اللي إيه. وبعدين بقت استوى المجتمع العام واستوى المجتمع الخاص وطبق تعاليم الرسول عليه الصلاه والسلام. يوم ربنا بقى ايه؟ يفكها بقى. فلما جه فكيه واحد من اللي عارف ان كعب بن مالك ده زعلان من الحكايه دي قوي قعد يجري وقال له يا كعب ابشر لقد مش عارف ايه. قال كعب فوالله ما ملكت ان اخلع عليه ثيابي التي البسها كلها بشرى وبعدين استعير الثياب اروح بيه لحضره النبي. شوف دليل على الله تعالى. بالله واحد زي ده بقى يعملها تاني؟ طب الناس التانيين اللي شافوا الحكايه يعملها تاني؟ هذا هو عدل المجتمع. مش تحبس الجانب، لا احبس المجتمع عنه. بس مين يضمن بقى ان المجتمع هيكون مجتمع ينفذ هذا ولا يدلسوش ويروحوا له بالليل ويعمل له مش عارف ويمشي يغمز له كده ويقول له معذور بقى مش عارف ايه ولا يبعت له هنا بقى اصبر على ما اصابك. قلنا زمان ان كلمه اصابك دي المصيبه، إما أن يكون لها غريم أو ماليش غريم. فالأشياء اللي ماليش فيها غريم طب أنا هزعل على مين؟ وأنا ماشي كده وزحلقت واتكسرت هزعل على مين؟ مرضت هزعل على مين؟ ماليش غريم. فده يعني مطلوب الصبر فيها هين. إنما الصبر الشديد بقى أن يكون للمصيبة التي تصيبك غريمك. واحد عمل فيك عملة، حرق لك الزرع، قتل لك ابن، ضربك، مش عارف إيه، يبقى لي إيه؟ غريم. ده كل ما اشوفه ايه اللي يحصل؟ دمي يهيج. ما انت تشوف بقى الا يوجد في الصعيد كثير من الناس بيموتوا شبان وصحتهم كويسه، لكن واحد يتقتل من الاسره هي خلاص يوقف الاسره على بيت، لان لهم غريب. لهم ايه؟ لهم غريب. يبقى انا اللي عايز بقى ايه؟ طاقه متينه من الصبر، لان كل ما راى ايه؟ غريب يهيج. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان يصفي مسائل الهيجان دي قال وجزاء سيئة مثلها. بس وسيبها كده لا عمل ترقية. وبعدين لكن ايه اللي يسامح يبقى له اجر حسن. وجزاء سيئة ايه؟ سيئة مثلها. فمن عفا وايه؟ فاجره على الله. طب اجرك على الله ما تاخدش بقى منه. يبقى رغم انه اداك انك انت تعاقب بمثل ما عوقبت وجزاء سيئة سيئة بمثله عمل ايه؟ اداك الحق. وساعة ما اداك الحق هدأت نفسك. يمكن ما بين اداك الحق تتنازل. ولذلك في اشد من القتل بقى، اللي يقتل مؤمن متعمد ومش عارف ايه وبتاع، مش عمل لربنا قصاص؟ طب على الاخر. لكن مش ساب القصاص كده، عمل ترقية للنفس البشرية الإيمانية. قال فمن عفي له من اخيه شيء بقى في الدم اللي بيشيل ده ولد مقتول تكلمني يا رب عن العفو؟
قال لك فمن عفي له من أخيه، وكلمة أخيه يا عمل أخوه، فاتباع بالمعروف وأداء إليه إيه؟ بإحسان. الله، يبقى معناها أنه هو وائل اداله الحق، لأنه لما اداله الحق بردت نفسه، لأن فيه فرق بين أن تأخذ الحق وأن تنفذ أخذ الحق. ولذلك ساعة ما يكون في الصعيد واحد قتل واحد، يقوم بيعملوا ناس بيجيبوها من قصرها عشان يمنعوا بقى الطارات وتسلسلها بقى وتفجير الحزازات، يقوم ياخد كفنه ويتنه داخل على ولي الدم، معناه اداله الحق ولا لا؟ وقال له رقبته هنا، بالله عمرك شفت واحد دخل بالكفن على صاحب الدم وقتله؟ ما حصلش. ليه؟ اذا الحكم بالحق شيء نفسه ملطف، الحكم بالحق ايه؟ ملطف. فيجي ربنا سبحانه وتعالى يجي في المصيبه اللي هي فيها غريم ويتكلم عن العفو وجزاء، اقرا وجزاء سيئه، وبعدين فاجره على الله. الله، طب والاول كان ايه؟ هتريح نفسك شويه وهتتحرم من الاجر، خدت حقك خلاص مالكش ده حاجه عندنا، انما انت خدت الاجر على مين؟ يبقى زي ما قالوا الراجل غلاها ولا ما غلاهاش؟ يبقى غلاها. تعال وبعد ذلك ايه؟ قال لك ايه؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور، ولا ان ذلك لمن عزم الامور. ان ذلك لمن عزم الامور، بقى ديك قال ان ذلك من عزم الامور ما اكدهاش بالله، انما دي اكدها بايه؟ ليه؟ لانها عايزه طاقه من الصبر، لان غريمي موجود وكل ما اشوفه دمي هيك، فعايز تقويه في الايه؟ في العمل. فدي ايه؟ ولذلك الناس المستشرقين يقول لك يا اخويا اساليب القران بتختلف. قول لي البليغ اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ولا ان ذلك لا من عزم الامور. فان كان البليغ ان ذلك من عزم الامور، يبقى الثانيه مش بليغه. ان كان دي اللي بنقوله، لا ده دي في موضع ودي ودي في موضع، في مصيبه لها غريم ودي مصيبه لها ايه؟ لا لا. الحق سبحانه وتعالى يقول ولا من صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور. ايه اللي خلاك تفهم ان دي مصيبه لها غريم؟ قوله غفر، غفر يبقى فيك ذنب، انما الثانيه اللي ماليش فيها وانا وقعت كسرت عقب اليمين مفيش غفران، خلاص كده. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى يريد انه يوجد من اسباب البغضاء اسباب للولاء، لان اللي كنت تملك انك تقتله كده ولا قتلتوش، حياته دي كلها بقت بتاع مين؟ بتاعتك. او يفكر لك بعدها في سوء. ولذلك يقول لك ايه؟ ادفع بالتي هي احسن، مش كده؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. تيجي تقول له واحد ده فلان مضطهدني وفلان مش عارف ايه وفلان، اقول له ادفع بالتي هي احسن، يقول انا دفعت بالتي هي احسن سنه وما بقاش ولي حميم. فقلت له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن، والله لو دفعت حقا بالتي هي احسن لصدق الله في قوله بقى ولي حميم. انما انت عايز تجرب مع ربنا ولا ايه؟ التجربه مع الله شك، فلك تجرب مع الله يبقى ده ايه؟ يبقى ده شك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي يقين التوكل ساري ولا تفكرش فيه ازاي يحصل. ام مالك اهي، ام مالك كانت صحابيه وعندها شويه غنم وبتحلب اللبن يقضيها ويقضي الاولاد ويفيض شويه تحطهم في القربه وتعمل منها زبده المخض ده. ففي عكة عندها تملاها من الأدم السمن ده وتوديها لحضرة النبي. حضرة النبي أهله ياخدوا العكة يفرغوها عندهم في أنيتهم ويدي العكة لمين؟ لأم مالك، على الأقل عشان تبقى تجيب فيها، ولا كل مرة تجيب عكة بزيادة تجيب السمن. فأم مالك بتقول والله
ما أصبت أداما من غير هذه العكة. طب هم فرغوا اللي فيها ويدوها لك، هي ساعة ما تيجي تقل ولا تعمل حاجة بس تعمل العكة كده تروح منزلها ايه. وبعدين جت في يوم وخوي لها انها استعملت العكة دي اسرفت فيها قوي، كل ما يجي حد تعمل له تيجي قامت قال ده الامر خلصت. قامت مسكت العكة وعصرتها كده عشان تنزل اللي باقي، قامت ما نزلتش حاجة. فذهبت إلى رسول الله، فهمت إن رسول الله غضبان عليها ولا إيه الحكاية. قالت له يا رسول الله العكة ما كنتش بحطها كده ما بتجيبش سن. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. فقال لها أعصرتيها يا أم مالك؟ قالت له إيه عصرتها؟ قال التجربة شك، لو ما كنتش عصرتيها كانت المسألة ايه؟ تفضل ماشي، لما عصرتيها يا اختي. واصبر على ما أصابك، الثانية إن ذلك لمن عين ولا من صبر وإيه؟ وغفر إن ذلك لمن عين. أكدها بالله، لأن لها غريب، إنما هنا ما فيش غريب. نعم. نصبر على ما أصابك، وكلمة أصابك دي من المصيبة. قلنا زمان إن التعبير في كلمة مصيبة يعني اوعى تفهم إنك أنت كنت تقدر تنجو منها، لأنها أرسلت قدرا وستصيبك تصيبك، بس عمرها بقدر سفر بتاع إليه، إنما جاية جاية. فاوعى تقول لو كنت كذا ما كانش حصل، لو كنت مش عارف ما كانش حصل. اسمها إيه؟ اسمها مصيبة، يعني هتصيب هتصيب. ولذلك يقول لك ايه؟ الموت تأكد بانك هتموت، الموت سهم ارسل اليك بالفعل، السهم اطلق ولكن عمرك بقدر سفر السهم اليك. كلمة من عزم الامور، احنا نقول ده فلان ده له عزم، ونسمع القرآن يقول ايه واذا عزمت ايه، فاذا عزمت ما هو العزم، ونقول لك دي عزيمة ودي رخطة، مش بنسمع كده؟ كلها مأخوذة من العزم. العزم ايه؟ هو الفرض المقطوع به الذي لا مناص عنه. ولذلك احنا قلنا في لقمان لما خيره الله ايكون نبيا ام حكيم بس كده، فقال ايه؟ ما دمت قد خيرت فأنا أختار الراحة وأترك الابتلاء، لأني ما أقدرش يمكن ما أنجحش، ولكن يا ربي إن كانت عزمة منك يعني أمر مفروض أنا قبلتها سمعا وطاعة، لأني أعلم أنك ستعينني. يبقى العزم معناه إيه؟ شحن كل طاقات النفس للفعل بعزم كده، يسموه بقى الأمر المقطوع به. فلما يجي مثلا يقول لك ايه صلاة على الميت، انت لو تصليت يبقى فرض كفاية، مش عزيمة انك تصلي، ده ما دام غيرك صلي انتهت الايه المسألة. تيجي الصوم في السفر او الصلاة التامة في السفر، واحد يقول لك لا ده دي عزيمة، يعني ان خالفتها اسمت كما قال ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول لك اللي يتم صلاته في السفر يبقى اسم، ما بيعتبرهاش رخصة، بيعتبرها ايه؟ عزيمة. ويستدل بان الله يحب ان تؤتى ايه؟ كما يحب ان تؤتى عزائمه. فما ترجحش حاجة على حاجة، ما تردش يد الله المبسوطة بالتيسير لك، لا تردها. ودليل اخر قال لك لا ده لها دليل اصولي من علم الاصول. طب ايه الدليل؟ قال لك الاصل في الصلاة انها فرضت مثنى مثنى، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر، إذن فالسفر مع الأصل، فلو أتمت تبقى آسف. إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها المقطوع بها المفروض التي لا مناص منها. حاجة تانية،
ولا تصعر خدها ايه ولا قبل ما ننتقل الى دي يؤمن الحق سبحانه وتعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما فيها من الغرائز ويعلم ما فيها من العواطف ويعلم ما يستقر فيها من القيم والمبادئ، لكنه لا يبني الحكم على ارتفاع المناهج في الإنسان، بل يبني على أنه عواطف وله إيه غرائز وله قيم إيمانية وياه. فيعمل إيه؟ يجي في اللي عمل سيئة يقول له أنت لك أنك أنت تعاقب بمثل ما عاقبت، ما عملش أنهم كلهم ناس بقى يعني ورعين ويقول لك لا. ولذلك يسمي الكاظم الغيظ، عمل فيك حاجة تقدر تدي زي ما عمل فيك، وجزاء سيئة سيئة، بس شوف بقى سيئة مثلها، ومن الذي عنده المقاييس الدقيقة عشان واحد ضربني ألم أضربه أنا ألم ويطلع مثل ألمه ونضمن قوتي تبقى ايه ولا كف قد ايه، ولكن هو ضربني قلم كده بكف حلو كده صغار من كده وانا ايدي ما شاء الله اجيب المثليه دي منين؟ ما دام المثل اول مصفي، وقال لك ما اقدرش احدد المثليه، ما يمكن هو ضربني وهو هفتان ولا تعبان من المشي وانا بضربه وانا في منتهى القوه، يعني ما اقدرش الحكايه دي. إذا في مثل دي قال لك أنت بقى اللي إيه. ولذلك بيحدثون عن الحكاية بتاع المراب اليهودي لما راح واحد خد منه فلوس وقال له إن أديتهاش في ميعاد كذا أني لي أن آخذ من جسمك رطل لحمة. الله، شوف القوانين اللي كانت زمان. فالراجل تعاقد وخلاص، فلما جه ما وفاش جابه وقال له قفلي بقى خد الرطل. فالمساله قامت بجه، ناس متعصبين لده وناس متعصبين لده، ولا رفعوا امرهم الى القاضي. فقال له صحيح انت لك حق، ده شرط المتعاقدين، لكن اسمع انت قلت له ان ما ردتش هناخد رطل لحمه. سمعت لك بسكين وسكين حاد ونوقفه قدامك، وبعد ذلك اضرب السكينه كده وخد الرطل، بس اعرف ان زدت وقيه هناخدها منك وان نقصت وقيه هنكملها منك. طب ايه اللي يعمل ايه بقى؟ شوف بقى، شوف القضاء بقى، شوف القضاء لما ربنا ينور ايه؟ ينور بصيرته. فامتنع عن هذا ليه؟ لان المثليه لا يمكن ان تحقق. فلما يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ما انت الامين على روحك اديه سيئة اديها تمام. ولذلك وجزاء سيئة ايه هناك الآية ايه؟ ان الله لا يحب الظالمين، ولا من انتصر من بعد ايه؟ بعد ظلم. لا لا لا، الآية فيها كده ان الله لا يحب الظالمين، ها؟ ان الله ايه؟ بعدها في آية تانية لا يحب الظالمين، يعني إن زدت عن المثلية تبقى ظلمت. وجزاء سيئة سيئة مثلها كمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أيوه كده، شوف بقى زي إنه لا يحب الظالمين. طب ودي جت زي، طب دي جت لصالحه ولا لضده؟ قال لك اوعى بقى تزود، ما دام مثلها اوعى تزود تبقى ظالم. نعم أيوه كده يا سيدي، جزاك الله خير. قلنا إيه؟ الله إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس. الصعر في الأصل داء يصيب البعير، البعير يجي له صعر في رقبته يقوم يبقى تملي لوها ما يقدرش. فدي شبه بها الإنسان المتكبر اللي يقول لك، وعرفنا منها أن اختيار الله ده يقول لك ده داء فيك، ده مرض. تصعير الخد ده إيه؟ مرض. ولا تصعر خدك للناس. ولذلك إحنا مش بنسمع كده يقول لك الواد ده ماشي ماله يا لو رقبته ليه؟ مش معناها كده؟ ما هي لو رقبته يعني كده.
ولا تصعر خدك للناس، فكأن الله يريد أن يأخذ من صعر الناقة في رقبتها يسمي من المصعر عشان يفهمنا أنه دي داء، هذا داء جسدي وذلك داء خلقي. ولا تصعر خدك للناس، ولذلك الشاعر يقول لك الدنيا ملانة بناس فيهم صعر وتعبين يعني تعبين المجتمع بصعارهم، ولكن اسمع إن ما غدرش الناس أبناء الزمن يقدر على تقويم الصعر الزمن نفسه. ولذلك يجي ياخد الحكمة يقول إيه، فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الصعر، هو اللي يقومه بقى الزمان. ولذلك شوف اللي كان ماشي زمان ما حدش فاهم اهو، شوف عنهم عمال بيقول مش قادر يوش الطرحه وليه، وعمالين يقوموا من هنا ويقعدوا من هنا ومش قادر يتحكم. الله الله الله، فدع كل طاغيه للزمان فان الزمان يقيم الايه الصعر. الصعر ده فيه كبرياء عن الموجودين، هذه واحده. ولا يمكن ان يتكبر واحد الا اذا شعر في نفسه بميزه على الاخرين. المزع على الآخرين دي تخلي الناس دولي في، بدليل أنه لو رأى من فوقه انعدل الصعر وما عادش فيه صعر. احنا قلنا زمان ان واحد عامل فتوة في القهوة لسه عايز يبقى فتوة كده، وقعد بقى ياخد الطلبات من غير فلوس ومش عارف ايه وقعد عامل، وبعدين جاء الفتوة اللي كان في أجازة فتوة الحي الكبير، فساعة ما دخل صاحب من عدل الله. إذا لا يكون الإنسان ذا صعر إلا إذا اعتقد أنه هو إيه فوق، بدليل أن لما يجي واحد أعلى منه يروح معدول. ولذلك الحكمة اللي تقول اتق شر من أحسنت إليه. ليه؟ لأن اللي انت أحسنت إليه كأنه مرت به فترة ضعف وأنت قوي، فعملت له حسنة وقومت حياته، وبعدين الدنيا دول، فاللي انت عملت فيه حسنة لأنه كان ضعيف وفي حاجة ابتدى يبقى عنده. لما يبقى عنده عايز يعلى نفسه على الناس اللي مش عارفينه، انما يصغر عند مين؟ عند اللي عمل فيه المعروف. ولذلك يقعد نفس ريشه بقى كده، وبعدين اللي عمل فيه معروف يدخل بلا شعور يعدل نفسه. الحاله الفجائيه دي من الناس يقول لك ايه ليه ايه الحكايه اللي حصل له دي؟ يقول لك اصل ده كان الله. إذا وجود من أحسن إليه هو العقبة في كبريائه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.